إن شاء الله تكونوا بخير وموفقين بإذن الله تعالى. يا ترى الصوت بس واضح؟ أتأكد إن الصوت واضح بس من حضراتكم لو سمحت. طيب الحمد لله تمام. إن شاء الله تكونوا موفقين بإذن الله وكل عام وأنتم بخير. بمناسبة العام الهجري الجديد أعتقد دي آخر محاضرة في العام القديم يعني. إن شاء الله كده يكون عام سعيد عليكم إن شاء الله. طيب احنا في المحاضرة الماضية كنا انتهينا من الفصل الأول من حيث الشرح والملخص، وأعتقد كنا واقفين عند الأسئلة الخاصة بالفصل الأول ما أخذناهاش. تمام؟ طيب تمام طيب نبدأ مع بعض في الأسئلة. جاهزين؟ إن شاء الله أنا لو أقول السؤال وأنتم حضراتكم بتساعدوني في الإجابة. يعني أنا مش عاوز يبقى من جانبي أنا فقط، يكون من الجانبين إن شاء الله، وأنا متأكد إن أنتم على المستوى المطلوب بإذن الله. طيب، نبدأ في الأسئلة التطبيقية على الفصل الأول. السؤال الأول: سؤال رقم واحد، الأهداف الفرعية هي أهداف قصيرة الأجل. الأهداف الفرعية هي أهداف قصيرة الأجل تصاغ على مستوى الأقسام الوظيفية. اتصال على مستوى الأقسام الوظيفية. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. عظيم تمام إن شاء الله عليكم هيدين. كويس كلكم ممتازين ما شاء الله. منيرة وفيصل وسمية وسيمة وكوثر وعيشة ما شاء الله وأحمد وشيرين وعمر ما شاء الله عليكم كلكم هيدين ما شاء الله. طيب إذا فعلا الإجابة على السؤال الأول ألف صحيح. طيب السؤال الثاني إدارة الاستراتيجية تعني إدارة الاستراتيجية تعني تقييم وتطبيق تعني تقييم وتطبيق وصياغة الأعمال تقييم وتطبيق وصياغة الأعمال التي من شأنها وضع أهداف المنظمة التي من شأنها وضع أهداف المنظمة موضع التنفيذ. إدارة الاستراتيجية تعني تقييم وتطبيق وصياغة الأعمال التي من شأنها وضع أهداف المنظمة موضع التنفيذ. ألف صحيح وباء خطأ. ألف صحيح وباء خطأ. مظبوط برافو هيدين ما شاء الله. أحمد المنيرة وعمر هيدين وفيصل وشيرين هيدين ومحمد عيشة وزهراء تمام كلكم عشان ما انساش اسم وسيمة وكوثر ونادية وريم ما شاء الله كلكم هايلين ما شاء الله. واحمد بيأكد بيقول الصياغة الأول وبعدين التطبيق وبعدين التقييم. منيرة بتأكد هذا الكلام مظبوط كلكم هايلين ما شاء الله. طيب سؤال رقم ثلاثة: الإدارة الاستراتيجية علم لا يحتاج إلى الموهبة. الإدارة الاستراتيجية علم لا يحتاج إلى الموهبة. ألف صحيح وباء خطأ. ما شاء الله هيدين ما شاء الله فعلا إجابة
خطأ زي ما حضرتك تفضلت، ما شاء الله علم وموهبة تماما، فإن موهبة الأسكولة العلم مظبوط يا أحمد مظبوط، كلكم مظبوط ما شاء الله عليكم. طيب السؤال اللي بعديه رقم 4 أنتم ممتازين ما شاء الله ما شاء الله، يعني من أول محاضرة وأنا أعطيتكم وأنا تأكدت إن أنتم ما شاء الله كلكم ممتازين. طيب السؤال الرابع، الأهداف الرئيسية أو العامة، الأهداف الرئيسية أو العامة تحتاج إلى سياسات لتحقيقها، الأهداف الرئيسية أو العامة تحتاج إلى سياسات لتحقيقها، تحتاج إلى سياسات لتحقيقها، هل صحيح وباء خطأ؟ هل صحيح وباء خطأ؟ برافو برافو فايزة وفيصل وزهراء وعمر مظبوط فعلا، محمد منيرة وعبد الله كلكم هايلين ما شاء الله، وسيمة كلكم زي الفل ما شاء الله وعائشة. طيب مظبوط فعلا الإجابة، لأن الأهداف الرئيسية أو العامة، ونوال كمان برافو عليكي، الأهداف الرئيسية أو العامة تحتاج إلى استراتيجيات وليس سياسات، السياسات للأهداف الفرعية مظبوط يا شيرين مظبوط تمام تمام يا فايزة كلكم تمام وزي الفل ما شاء الله عليكم. طيب السؤال رقم 5، يتم تحليل البيئة الداخلية، يتم تحليل البيئة الداخلية للمنظمة، يتم تحليل البيئة الداخلية للمنظمة لتحديد ما بها من نقاط قوة، لتحديد ما بها من نقاط قوة أو ضعف، لتحديد ما بها من نقاط قوة أو ضعف. ألف صحيح وباء خطأ، ألف صحيح وباء خطأ ما شاء الله ما شاء الله عليك ما شاء الله، هايلين هايلين كلكم هايلين ما شاء الله فعلا فعلا إجابة ألف صحيح. طيب السؤال اللي بعديه، السؤال اللي بعديه، يتم دراسة البيئة الخارجية، يتم دراسة البيئة الخارجية لتحديد، يتم دراسة البيئة الخارجية لتحديد نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة، لتحديد نقاط الضعف وتحويلها إلى نقاط قوة. يا سلام عليكم ما شاء الله، هايلين هايلين برافو عليكم، وسيمة وضحى وأحمد كوثر وعمر فايزة وزهراء ريم عبد الله ونوال وأحمد وتهاني ما شاء الله وعيشة تمام، منيرة تمام منيرة تأكد، وهي وأحمد وتهاني بيقولوا فرص وتهديدات، هايلين ما شاء الله عليكم. طيب السؤال اللي بعد كده رقم 7، يتم وضع الأهداف الفرعية، يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها، يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها من خلال ما يلي، من خلال ما يلي، ركزوا معي، يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها من خلال ما يلي: ألف تخصيص الموارد وتحفيز العاملين، تخصيص الموارد وتحفيز العاملين، ألف تخصيص الموارد وتحفيز العاملين، باء الأهداف العامة والاستراتيجيات، باء
الأهداف العامة والاستراتيجيات. جيم، التعرف على رسالة المنظمة. جيم، التعرف على رسالة المنظمة. دال، تقييم وضع المنافسين. تقييم وضع المنافسين. يتم وضع الأهداف الفرعية والسياسات الخاصة بها. نسأله جيم ونسأله ألف. جيم خطأ وألف خطأ. برافو يا نوال، برافو يا نوال. باء مضبوط. لا 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 لا، عدلوا الإجابة. الإجابة باء. الإجابة باء زي ما نوال كتبت. ليه؟ الأهداف الفرعية. برافو يا منيرة. باء. الأهداف الفرعية بنستمدها من الأهداف الرئيسية، يعني من الأهداف الفرعية، من الأهداف الرئيسية بتتفرع الأهداف الفرعية أو التشغيلية، ومن الاستراتيجيات بتتفرع السياسات. تمام؟ ما تنسوش دي، يعني ده أول سؤال فني أجيب. خلاص ما تنسوش النقطة دي، يعني من السياسة، من الاستراتيجيات بتتفرع السياسات، ومن الأهداف العامة بتتفرع الأهداف الإيه؟ الفرعية. إذن الإجابة الصحيحة هي باء، هي الأهداف العامة والاستراتيجيات، لأن الأهداف العامة بناخد منها الأهداف الفرعية أو بنجزأها إلى أهداف فرعية، والاستراتيجيات بنجزأها إلى إيه؟ إلى السياسات، وبالتالي تكون الإجابة الصح هي باء. طيب، ناخد السؤال اللي بعدين، رقم 8. رقم 8 بتقول إن تحديد الرسالة والأهداف، إن تحديد الرسالة والأهداف والاستراتيجيات، إن تحديد الرسالة والأهداف والاستراتيجيات الحالية للمنشأة، إن تحديد الرسالة والأهداف والاستراتيجيات الحالية للمنشأة يتطلب ميل عشان نحدد الرسالة والأهداف والاستراتيجيات الحالية للمنظمة، ده بيتطلب ميل. ألف، ألف، دراسة البيئة الخارجية للمنظمة. دراسة البيئة الخارجية للمنظمة. باء، دراسة البيئة الداخلية للمنظمة. رقم باء، دراسة البيئة الداخلية للمنظمة. جيم، دراسة المتغيرات البيئية للمنافسين. دراسة المتغيرات البيئية للمنافسين. دال، ألف وباء معنى. دال، ألف وباء معنى. ما شاء الله هيجين. أيوة كده، أيوة كده، عوض السؤال الثاني مظبوط. فعلا الإجابة دال اللي هي ألف وباء، لأن إحنا لما بنحدد الرسالة والأهداف والاستراتيجيات الحالية للمنظمة أو للمنشأة لازم ندرس البيئة الداخلية عشان نحدد قدر قوة الضعف، وندرس البيئة الخارجية عشان نحدد الفرص والتهديدات. وبالتالي تكون الإجابة دال ألف وباء زي ما حضراتكم تفضلتم، كلكم مظبوطين والإجابة فعلا صحيحة. طيب السؤال رقم 9، يتم دراسة البيئة الداخلية للمنظمة. يتم دراسة البيئة الداخلية، يتم دراسة البيئة الداخلية للمنظمة بهدف الوقوف على ما يلي. يتم دراسة البيئة الداخلية للمنظمة بهدف الوقوف على ما يلي. ألف،
تحديد الفرص والتهديدات. ألف تحديد الفرص والتهديدات. باء دراسة المتغيرات البيئية الخارجية. باء دراسة المتغيرات البيئية الخارجية. جيم تحديد نقاط القوة والضعف. جيم تحديد نقاط القوة والضعف. دال دال ألف وباء معا. دال ألف وباء معا. دال ألف وباء معا. آخر كلام في ناس كتبوا جيم وناس كتبوا دال. آخر كلام إيه؟ برافو. لا اللي كتب جيم مظبوط. اللي كتب جيم مظبوط. برافو. أيوة كده. نقاط القوة والضعف بيئة داخلية. مظبوط كده. ما دمتوا عارفين الإجابة ولا حد يسألكم عنها. لأن أنتوا فاهمين. عارفين إن البيئة الداخلية نقاط القوة والضعف والبيئة الخارجية فرص وتهديدات. مظبوط. سؤال العاشر. سؤال العاشر. يمكن دراسة البيئة الخارجية للمنظمة بهدف. سؤال العاشر اهو يلا. يمكن دراسة البيئة الخارجية للمنظمة بهدف. ألف تحديد نقاط القوة بالمنظمة. ألف تحديد نقاط القوة للمنظمة. باء تحديد نقاط الضعف في المنظمة. باء تحديد نقاط الضعف في المنظمة. جيم جيم دفع نقاط القوة دفع سوري دفع نقاط الضعف إلى نقاط قوة. دفع نقاط الضعف إلى نقاط قوة. دال لا شيء مما سبق. لا شيء مما سبق. هايلين هايلين ما شاء الله هايلين. أيوة كده. فرص وتهديدات. لو في فرص وتهديدات كنا نقول أي. إنما ما فيش فرص وتهديدات يبقى الإجابة فعلا لا شيء مما سبق. وأنتوا ممتازين ما شاء الله ما شاء الله عليكم. طيب سؤال رقم 11. عملية إدارة التغيير الاستراتيجي. عملية إدارة التغيير. عملية إدارة التغيير الاستراتيجي. سؤال رقم 11. عملية إدارة التغيير الاستراتيجي هي عملية ديناميكية مستمرة. هي عملية ديناميكية مستمرة. تتيح لأي منظمة ما يلي. تتيح لأي منظمة ما يلي. عملية إدارة التغيير الاستراتيجي هي عملية ديناميكية مستمرة. تتيح لأي منظمة ما يلي. أهل. زيادة العائد على الاستثمارات. ألف زيادة العائد على الاستثمارات. زيادة العائد على الاستثمارات. باء استخدام جوانب القوة. استخدام جوانب القوة وتقليل أثر التهديدات. استخدام جوانب القوة وتقليل أثر التهديدات.
استخدام جوانب القوة وتقليل أثر التهديدات. جيم، تشغيل العاملين بأقل جهد ممكن. تشغيل العاملين بأقل جهد ممكن. دال، زيادة العائد وتخفيض التكاليف. دال، زيادة العائد وتخفيض التكاليف. برافو عائشة، برافو وضحي. أيوة، لا 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 يا أحمد، الإجابة فعلا زهراء مظبوط، نوال ومحمد وعبد الله الزهراني وعبد الله الحمدي وريم ومنيرة مظبوط فعلا. الإجابة باء، عملية إدارة التغيير الاستراتيجي بتطيح لأي منظمة ما تستخدم جوانب القوة وتقلل أثر التهديدات اللي في البيئة الخارجية. مظبوط مظبوط، وأنتم مظبوط فعلا. الإجابة هي باء على السؤال 11. سؤال قبل الأخير رقم 12. سؤال قبل الأخير رقم 12. طيب، تجنب التقليد هو التجنب، يعني لأن تقليد الأثر لو الأثر كبير أو بتقلليه، يا بتقلله يا أحمد أو بتتجنبه خالص، يعني على الأقل إن أنت إيه تقلل الأثر، يعني إذا ما قدرتش تتجنبه إيه بتقلل الأثر. طيب، السؤال رقم، بص يا أحمد، احنا بنتعامل دائما مع التهديدات، يا اما نحولها لفرصه او نتجنبها. اذا ما قدرناش نحولها لفرصه او نتجنبها بنقلل اثرها بالقدر ما نستطيع. خلاص؟ طيب، السؤال رقم 12 قبل الاخير. هناك ثلاثه مستويات. هناك ثلاثه مستويات لاستراتيجيه المنظمه. هناك ثلاثة مستويات لاستراتيجية المنظمة، هي كالتالي. هناك ثلاثة مستويات لاستراتيجية المنظمة هي كالتالي: ألف مستوى الصناعة، ألف مستوى الصناعة، فصل مستوى سوريا، مستوى الصياغة وليس الصناعة، مستوى الصياغة، الصياغة بالغين، مستوى الصياغة، مستوى التطبيق، مستوى الصياغة، مستوى التطبيق، مستوى التقييم. مستوى الصياغة فصلة، مستوى التطبيق فصلة، مستوى التقييم. ب، المستوى الدولي. ب، المستوى الدولي فصلة، الإقليمي فصلة، المحلي. رقم ب، المستوى الدولي فصلة، الإقليمي فصلة، المحلي. ج، المستوى الهرمي. جيم، المستوى الهرمي فصلة الأفقي فصلة الرأسي. جيم، المستوى الهرمي فصلة الأفقي فصلة الرأسي. دال، دال مستوى المنشأة. دال، مستوى المنشأة فصلة الأقسام فصلة الوظيفة. مستوى المنشأة فصل الأقسام مستوى الوظيفة. اللي كتب دال صح مظبوط. اللي كتب ألف يقصد المراحل. أنا ما قلتش مراحل، أنا قلت ثلاثة مستويات وليست مراحل. لما أقول مراحل، لو أنا قلت مراحل هتبقى الإجابة ألف هي اللي صح. إنما هنا السؤال بقول ثلاثة مستويات. أي استراتيجية؟ لها ثلاث مستويات اللي هي مستوى المنشأة والأقسام والوظيفة. ولها ثلاث مراحل، ثلاث مراحل اللي هم ايه؟ مستوى الصياغه والتطبيق والتقييم. وبالتالي هتبقى الاجابه دال وليست الف، مظبوط؟ فرقوا بين المراحل وبين المستويات، ها؟
طيب السؤال الأخير رقم 13، السؤال الأخير رقم 13 هيحاول يجاوب على السؤال اللي قبليه اللي هو رقم 12 اللي انت لخبطت فيه شوية. يقول تتمثل مراحل، تتمثل مراحل عملية إدارة الاستراتيجية في الآتي، تتمثل مراحل عملية إدارة الاستراتيجية في الآتي. ألف مرحلة وضع الرسالة، ألف مرحلة وضع الرسالة، ب مرحلة وضع الأهداف، ب مرحلة وضع الأهداف، ج مرحلة وضع الاستراتيجيات، ج مرحلة وضع الاستراتيجيات، د لا شيء مما ذكر، د لا شيء مما ذكر. طيبين ما شاء الله، كويس عظيم فعلا الإجابة دال، لأن ولا ألف صحيحة ولا باء صحيحة ولا جيم صحيحة، لأن المراحل عندنا ثلاث مراحل، هي مرحلة الصياغة ومرحلة التطبيق ومرحلة التقييم، وبالتالي ما فيش ولا مرحلة منهم موجودة، هتبقى الإجابة دال زي ما حضراتكم فكرتم كلكم تمام مظبوطين ما شاء الله عليكم. طيب احنا كده انتهينا من الفصل الأول تماما من حيث الشرح والملخص والأسئلة. الوقت المتبقي لنا إن شاء الله هنقضيه في الفصل رقم 2. طيب الفصل الثاني عنوانه المدير الاستراتيجي. الفصل الثاني عنوانه المدير الاستراتيجي. أبدأ في الكتاب معايا، الأخوات اللي معايا اللي بيكتبوا جاهزين أبدأ. طيب تمام تهاني موجودة. طيب الفصل الثاني المدير الاستراتيجي النوع الجانبي. الفصل الثاني أسرع، الفصل الثاني من مقرر إدارة الاستراتيجية، العنوان المدير الاستراتيجي. طيب عنوان جانبي، عنوان جانبي، من هو المدير الاستراتيجي؟ من هو المدير الاستراتيجي؟ وعلم استفهام. المدير الاستراتيجي، المدير الاستراتيجي هو الذي يقوم بعملية إدارة الاستراتيجية، هو الذي يقوم بعملية إدارة الاستراتيجية من حيث الصياغة، من حيث الصياغة والتطبيق، من حيث الصياغة والتطبيق والتقييم للاستراتيجية، من حيث الصياغة والتطبيق والتقييم للاستراتيجية. يعني هو اللي بيقوم بثلاث مراحل الخاصة بإدارة الاستراتيجية. طيب نقطة من أول السطر، ويمكن تحديد المسؤولين، ويمكن تحديد المسؤولين عن إدارة الاستراتيجية، ويمكن تحديد المسؤولين عن إدارة الاستراتيجية في المنظمات كما يلي، ويمكن تحديد المسؤولين عن إدارة الاستراتيجية في المنظمات أو في المنشآت كما يلي: واحد رئيس مجلس الإدارة، رئيس مجلس الإدارة. اثنين
رؤساء القطاع، رؤساء القطاع رؤساء القطاع ثلاثة، مدير العموم، مدير العموم أربعة، مدير الوظائف الرئيسية، مدير الوظائف الرئيسية أو مدير الإدارات، الاثنين بمعنى واحد، يعني مدير الوظائف الرئيسية اللي هم مدير الإدارات، مدير الوظائف الرئيسية أو مدير الإدارات، مثل إدارة الإنتاج، فصل إدارة التمويل، فصل إدارة التسويق إلى آخره. تمام. خمسة، المستوى الخامس والأخير، مسؤول عن إدارة الاستراتيجية، مدير أو رؤساء الأقسام، مدير أو رؤساء الأقسام. ممكن أي صف. ويجب ملاحظة أن لكل من هؤلاء، ويجب ملاحظة مدير العموم، منيرة تسأل مدير العموم يعني معناه إيه؟ عارفة مدير العموم اللي هو جمع مدير عام، جمع مدير عام، المدير العام مهمته إيه يا منيرة؟ المدير العام في المنظمة، مدير عام في المنظمة بيتبع الإدارة العليا، مظبوط؟ وهو اللي بيرأس مدير الإدارات، بيرأس رؤساء الأقسام. يعني هو العقل المفكر للمنظمة. تمام يا أميرة؟ طيب يبقى مدير العموم دون جمع المدير العام يعني. طيب قلنا ويجب ملاحظة أن لكل من هؤلاء اللي هم الخمس مستويات اللي فاتوا دول، يعني لكل من هؤلاء مسؤوليات تختلف حسب المستوى الاستراتيجي، ويجب ملاحظة أن لكل من هؤلاء مسؤوليات تختلف حسب المستوى الاستراتيجي الذي يعمل فيه، حسب المستوى الاستراتيجي الذي يعمل فيه. يعني مدير الأقسام أو رؤساء الأقسام لهم مسؤوليات تختلف عن مدير الإدارات، مدير الإدارات لهم مسؤوليات تختلف عن المدير العام، المدير العام له مسؤوليات تختلف عن رؤساء القطاعات، وهكذا. اذا كل واحد له واجبات ومسؤوليات حسب مستواه الايه الوظيفي. طيب عنوان جانبي، عنوان جانبي عنوان جانبي، أنواع الاستراتيجيات، أنواع الاستراتيجيات الخاصة بالمنظمة، أنواع الاستراتيجيات الخاصة بالمنظمة وعلاقتها بالمستويات، وعلاقتها بالمستويات الاستراتيجية، وعلاقتها بالمستويات الاستراتيجية. نقطتين أو الصف. يمكن تقسيم تلك الاستراتيجيات، يمكن تقسيم تلك الاستراتيجيات إلى أربعة أنواع هي كالتالي. يمكن تقسيم تلك الاستراتيجيات إلى أربعة أنواع هي كالتالي. واحد، أو النوع الأول، الاستراتيجية العليا للمنظمة. واحد، الاستراتيجية العليا للمنظمة.
خلي بالك الاربع استراتيجيات اللي انا قلتهم دول، كل استراتيجيه بتمهد للاستراتيجيه التاليه لها وبتاكد الاستراتيجيه السابقه عليها. خلاص يعني في ترابط بين الاربع استراتيجيات، كل استراتيجيه بتمهد للاستراتيجيه اللي جايه بعديها، والاستراتيجيه الحاليه بتؤكد الاستراتيجيه الايه؟ اثرت. طيب زي هنشوف كده دلوقتي. واحد، الاستراتيجيه العليا للمنظمه. نقطتين، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات، ويعتبر رئيس مجلس الإدارة ورؤساء القطاعات هم المسؤولون عن تلك الاستراتيجية. هم المسؤولون عن تلك الاستراتيجية. فصلا، ويمكن تحديد المحتوى العام، ويمكن تحديد المحتوى العام أو الوظائف الرئيسية أو الوظائف الرئيسية لتلك الاستراتيجية كما هي. ألف، ألف تحديد ووضع الأهداف العامة للمنظمة. الأخت إسراء بتقول مكتوبة بالملزمة، رجاء ما تعتمد على أي شيء، ممكن يكون في حاجات مكررة إنما في حاجات تانية بتتغير. رجاء تعتمد على الله أولا وأخيرا، ثم على الملخصات اللي بتنزلها لحضراتكم الأخت هبة محفوظ. هبة ولا معذرة؟ فتهاني، الأخت تهاني محفوظ. فرجاء خلي بالكم، يعني الأخت تهاني محفوظ هي والأخت نادية الحارس هم المسؤولين عن هذا الفصل، كل فصل يختلف عن الفصل اللي قبليه. ولذلك خلوا بالكم من النقطه دي كويس، لان ده سؤال بيتكرر على طول بحاول اجاوب عليه. ممكن في حاجات بتتكرر انما في حاجات بتضاف، فركزوا على الحاجات اللي بتتقال في هذا الفصل لو سمحتوا. طيب ألف تحديد ووضع الاهداف العامه للمنظمه. ألف تحديد ووضع الأهداف العامة للمنظمة. أنا ما أعرفش يا إسراء مكتبة نورس، يعني مش ما أعرفهاش والله يا بنتي، ما أعرفهاش يعني. لا يعني اعتمدي على الله ثم على الملخصات اللي بتنزلها تهاني أول بأول، يعني معايا يعني تهاني بتنزل ملخصات لك أول بأول، طب يكون أفضل يا بنتي بدل ما تسألي نفسك وتجيب حاجة وتذاكري منها وتطلع يعني حاجات يعني. يلا ركزوا معي. طيب احنا قلنا ألف خلاص، رقم باء عشان بس ما نضيعش الوقت. رقم باء تحديد ووضع الاستراتيجيات. تحديد ووضع الاستراتيجيات، احنا قلنا في ألف تحديد ووضع الأهداف العامة مظبوط، والأهداف العامة دايما محتاجة إيه عشان نوصل لها؟ محتاجة استراتيجيات، صح ولا غلط؟ احنا فاكرين الكلام ده؟ طيب يبقى الاداره العليا اللي هم الاستراتيجيه العليا بتتم على مستوى الاداره العليا اللي هو رئيس مجلس الاداره ورؤساء القطاعات، وبيضعوا الاهداف العامه على طول. اول ما نقول كلمه اهداف عامه يبقى هنعرف بعدها ان لازم يكون موجود ايه؟ استراتيجيات. يبقى ما ينفعش نحط اهداف وما نحطش طريق يوصل لنا ليها يعني. فاذا الف وباء مكملين لبعض. طيب رقم جيم، وضع الميزانيه العامه للمنظمه. تمام يا احمد مظبوط. جيم وضع الميزانية العامة للمنظمة. دال التنسيق لاستراتيجية النشاط. التنسيق لاستراتيجية النشاط. طيب مش انا قلت لكم كل استراتيجية بتمهد الاستراتيجية اللي هتيجي بعدها صح؟ يبقى ايه هي استراتيجية النشاط؟ يبقى استراتيجية النشاط ديت هي رقم اثنين اللي احنا هندرسها. تمام؟ طيب رقم اثنين، يبقى خلاصة الموضوع
ان الاستراتيجيه العليا تتم على مستوى رؤساء مجلس الاداره ورؤساء القطاعات، وبالطبع الاهداف العامه، ولما نقول اهداف عامه يبقى لازم استراتيجيات على طول، يبقى رقم بقى الاستراتيجيات بتاعتها، ورقم جيم الميزانيه العامه لانها بتتم على مستوى الاداره كلها، ورقم ده لانها بتنسق لاستراتيجيه النشاط، وبالتالي يبقى رقم اثنين هي استراتيجيه الايه؟ النشاط. اثنين استراتيجيه النشاط نقطه، والمستوى الاستراتيجي المسؤول عنها هو المدير العام. المستوى الاستراتيجي المسؤول عنها هو المدير العام. تصلح وتتمثل الوظائف الرئيسية، وتتمثل الوظائف الرئيسية أو المحتوى العام، وتتمثل الوظائف الرئيسية أو المحتوى العام لتلك الاستراتيجية في الآتي: ألف تدعيم الاستراتيجية العليا. شفتم؟ يعني الاستراتيجية العليا بتمهد لاستراتيجية النشاط، واستراتيجية النشاط بتدعم الاستراتيجية الايه؟ العليا. يبقى العلاقة متبادلة بين الاثنين. طيب يبقى ألف تدعيم الاستراتيجية الايه؟ العليا. باء الرقابة على عملية تخصيص الموارد. الرقابة على عملية تخصيص الموارد داخل النشاط. الرقابة على عملية تخصيص الموارد داخل النشاط. جيم التنسيق بين الاستراتيجيات الوظيفية. جيم التنسيق بين الاستراتيجيات الوظيفية. يبقى بتنسق للاستراتيجية الايه؟ الوظيفية. يبقى رقم ثلاثة اللي احنا ندرسها هي الاستراتيجية الايه؟ الوظيفية. اتفضل يا ريم، اتفضل. رقم ثلاثة الاستراتيجية الوظيفية. مظبوط يا عيشة. والمستوى الاستراتيجي المسؤول عن تلك الاستراتيجية، والمستوى الاستراتيجي المسؤول عن تلك الاستراتيجية هو مدير الوظائف الرئيسية. هم مدير الوظائف الرئيسية في الإدارة الوسطى. هم مدير الوظائف الرئيسية في الإدارة الوسطى. وتتمثل الوظائف الرئيسية، حاضر أنا قدامي بالظبط دقيقة ونخلص ونصلي كلنا إن شاء الله، دقيقة واحدة بس. وتتمثل الوظائف الرئيسية أو المحتوى العام لتلك الاستراتيجية في الآتي: وتتمثل الوظائف الرئيسية أو المحتوى العام لتلك الاستراتيجية في الآتي: ألف وضع الأهداف الفرعية للإدارات. وضع الأهداف الفرعية للإدارات. ناخد بس من حضراتكم دقيقة لو سمحت، نكمل بس الاستراتيجية الرابعة وخلاص، أوكي؟ لو سمحت يعني. طيب ألف أشكركم جميعا، شكرا لكم، شكرا لكم. ألف وضع الأهداف الفرعية للإدارات. طيب ولما نقول الأهداف الفرعية، يبقى الأهداف الفرعية محتاجة إيه؟ محتاجة إيه؟ بسرعة. الأهداف العامة محتاجة استراتيجيات، والأهداف الفرعية محتاجة هايلين. برافو يا فهمي، برافو يا فاطمة، سياسات، تمام، هايلين ما شاء الله عليك. طيب يبقى ألف وضع الأهداف الفرعية للإدارات. رقم باء وضع السياسات. رقم باء وضع السياسات. تمام، كلكم هايلين ما شاء الله عليكم. جيم وضع ميزانية الإدارات. جيم وضع ميزانية الإدارات.
دال التنسيق للاستراتيجية التشغيلية، التنسيق للاستراتيجية التشغيلية يعني استراتيجية وظيفية بتدعم اللي قبلها وبتنسق للايه؟ للاستراتيجية اللي جاية بعديها. يبقى الاستراتيجية رقم 4 اللي هندرسها اسمها الاستراتيجية التشغيلية. تمام، الاستراتيجية التشغيلية. والمستوى الإداري المسؤول عنها ثم رؤساء الأقسام، ثم رؤساء الأقسام والمشرفون، ثم رؤساء الأقسام والمشرفون. وتتحدد الوظائف الرئيسية لها في تطوير البرامج والإجراءات التنفيذية، تطوير البرامج والإجراءات التنفيذية لتنفيذ متطلبات العمل اليومي، لتنفيذ متطلبات العمل اليومي للاستراتيجية الوظيفية، هي الاستراتيجية السابقة عليها يعني، للاستراتيجية الوظيفية. هناخد بس العنوان ده ونقف عندي عشان نبقى احنا عارفين واقفين عند فين. عنوان جانبي، المهارات الأساسية للمدير الاستراتيجي. عنوان جانبي، المهارات الاستراتيجية للمدير الاستراتيجي. هناخد العنوان ده ونتوقف عنده، إن شاء الله في المحاضرة القادمة نستكمل الفصل الثاني ونأخذ الأسئلة الخاصة اللي عليه. والأخت تهاني معلش نزيل الأسئلة الخاصة بالفصل الأول فقط، وما تنزليش الجزء اللي احنا كتبناه في الفصل الثاني. لما الفصل الثاني يكمل نزليه على بعض، خلاص عشان ما تقعديش تنزلي جزء وبعدين تنزلي جزء ثاني. تمام؟ فحضرتك ربنا يجزاك الخير. نزلي الأسئلة وأنا شفت الملخص اللي أنت عاملاه جميل ما شاء الله. فتنزل الأسئلة الخاصة بالفصل الأول، والفصل الثاني هتنزليه لحد ما نخلصه وحضرتك تنزليه إن شاء الله. أنا بشكركم جميعاً وأخذت من وقتكم كثير، أعذروني وأكرر شكري لكم، ألقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.